يشرفني أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه المناسبة المميزة التي نحتفي فيها بتدشين استراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، الصحة للجميع. تم تطوير الاستراتيجية الوطنية من خلال مشاركة قوية وشاملة من جميع الجهات المعنية، ويتلخص طموح هذه الاستراتيجية في بناء مجتمع يركز على الصحة، مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار.